يا مساء الفل على حضراتكم جميعا، اهلا وسهلا بحضراتكم في تاني حلقات سوبر كوره. خليني بس في البدايه كده ارحب بزميلي قضا. يا قضا عامل ايه؟ مش قادر، انا مش قادر امسك نفسي. بص، انا قبل اي حاجه اسالك سؤال. ممكن نرحب بالناس؟ طيب لا طبعا، الناس فوق راسي، الناس فوق راسي. حلوه الطريقه دي. بقول لك ايه، هو ميسي وينه؟ كسرنا معايا. صح. انا عايز افكرك بحاجه في السريع كده. ممكن بس استاذ مدحت، ممكن نفكره بسرعه والنبي، نفكره كده بالجون مش الجميل لازم، بتاع صالح مش الشهري لازم. اللي جبناه فيه في البلاي ستيشن، وصالح عملها النهارده. نشوف الفيديو يا جماعه مع بعض. ضربة ركنية، وادي سالم هل يشوف اول تصويبات، وادي فرجع لكن في فخاد اللاعب، وشكرا. كرة امامية، وان تو. يا سلام يا ما هذا؟ هذا لا يحدث كل، انا ممكن خلاص. ما كفايه كده يا جماعه، ما كفايه كده على الماتش ده. الجون ده بثلاثه، اتفرج على الجول يعني بثلاثه، بثلاثه. لا لا، بثلاثه. لسه احنا لسه في الدقيقه كام يعني؟ كنت عايز اقرص شويه برضو. انا اتلكعت كده في بعض الجمل. يعني في البدايه بنرحب بحضراتكم، مبروك النهارده فوز. بعديها قضى فوز طبعا السعوديه على الارجنتين، فوز تاريخي. النهارده انا ومينا كنا مع بعض من البدايه خالص، من الساعه 12 للساعه 2 كنا من السعوديه، من الساعه 3 للساعه 5 كنا توانسه. النهارده هنتكلم معاكم في تفاصيل كتير جدا، في ارقام وفي بعض القصص وفي كواليس كتير عن المونديال. اول كام يوم فيهم ارقام كتيره جدا، النهارده هنتابعها مع حضراتكم ان شاء الله. الحقيقه بس بصرف النظر اللي قضى قاله، او ماتش البلاي ستيشن اللي اتكلمنا عليه، بس نركن كل الهزار والضحك ده على جنب. المنتخب السعودي خلانا كلنا فخورين صحيح ان احنا عرب. يعني عايز اقول لحضراتكم، في الاول قالوا ان قطر مش هتقدر تستضيف كاس العالم. قطر مصعباها على الدنيا كلها وعامله كاس عالم للتاريخ. ما اظنش ان في بلد قبل كده ركزت في التفاصيل دي، وشفنا كله خلاص اليوم الثاني تقريبا او الثالث لكاس العالم، بطوله تاريخيه. صحيح. كله قال ان ماتش السعوديه والارجنتين هيكون ماتش زي تحصيل حاصل. الارجنتين نازله تسخن او نازله تعمل ورم اب لبطوله العالم. السعوديه النهارده بتقول لا، بتفرض شخصيتها في الملعب، بتفرض اسلوبها في اللعب. مدرب كبير الحقيقه دار الماتش بطريقه كبيره. الماتش ده بس قضى بيدينا امل، يقول لنا مش بس نقول يا رب مثلا دوله عربيه او دوله من افريقيا تقدم مستوى عالي في كاس العالم. لا، احنا الماتش النهارده خلينا نحط ايدينا لابعد مدى، عفوا نحط عينينا لابعد مدى في البطوله، نقول يا رب بطل كأس العالم. ممكن تكون صعبة بس مش مستحيلة. مباراة النهاردة أكدت ده، ويمكن أنت مع كلامي يا قاضي. معاه جدا. وأنا النهاردة عايز أبص للموضوع من جانب آخر شوية. فكرة إن الدول العربية، شفنا تونس، شفنا السعودية، قطر بدأت ترجع شوية في الشوط الثاني، ولكن في سر لتألقهم. هل الساعة البيولوجية ليها سر؟ بنلعب دايما في بلاد في أوروبا، أو كنا في روسيا لسه من كام سنة. هل الجو طبيعته مناسبة للعيبة؟ هل الجماهير، هل عامل الأرض؟ في عوامل كتير هنتكلم فيها مع حضراتكم. بس تحديدا أنا النهاردة شفت رجالة بتوع السعودية بياكلوا النجيلة. ميسي بيعدي من واحد يلاقي التاني في وشه. النهاردة السعودية كانت بتلعب كلها بقوة شرسة. السعودية ما كانتش بتدافع. جولين مش حظ ولا جولين كده، ملعوبين ملعوبين يعني جدا. بص، ما حدش يقول لي إن السعودية كانت بتدافع. الجول التاني إيه ده؟ لا بص، سالم الدوسري يعني الجول التاني إيه ده؟ سالم عدل وراح وبص وحتة R2، حاجة في منتهى العظمة صراحة. السعودية النهاردة ادت درس للأرجنتين. ده في الملعب كانت بتهاجم، كانت بتضغط بشكل كبير جدا من قدام. أي حد يقولك لا الكرة مع الأرجنتين نرجع ورا، بيخرجوا بالكرة بشكل سلس جدا. بين قوسين السعودية دلعت الأرجنتين. صحيح بجد. ميسي فينه؟ خلاص بقى كسرنا. انا مش قضيتنا دلوقتي، انا بتمنى يعني الارجنتين برضو زي ما قلت ان انا بشجعهم، بس عايز اقول لحضرتك حضراتكم حاجه، وعايز اقول لك اه كمان حضرتي برضو عايز حضرتك مشكله حضرتك يعني عادي. بس يعني عايز اقول لك انه هديمه الارجنتين ربكاك قوي، مش عارف متضايق يعني، مبسوط متضايق، مبسوط للسعوديه جدا من قلبي، وانت عارف عشان بحب الارجنتين. بس لو الارجنتين هتخسر كل ماتش من السعوديه هبقى هوافق وعلى قلبي زي العسل. عايز اقول لك انه كان في سلسله من اللا هزيمه للمنتخب الارجنتيني، قدر انه يكسرها منتخب السعوديه النهارده ب 36 مباراه بدون هزيمه واحده. وكمان ده كان زمان، ده كان زمان. يمكن
كان زمان بعد قبل النهارده. ويمكن كمان المنتخب السعودي هو المنتخب الوحيد في العالم اللي قدر يسجل هدفين في الارجنتين في اخر 24 مباراه. يا رب منتخب السعوديه يكمل على نفس الطريقه، ماشي على تراك صح، لعيبه نازله واثقه من نفسها مش خايفه يعني ايه كاس عالم. لا والتعادل اللي حصل بين بولندا والمكسيك من ثواني من لحظات يدي السعوديه امل كبير قوي، بيحط رجل ونص او يعني وحته كده ان شاء الله للتاهل للدور اللي بعد كده. وكمان عايز اقول لحضراتكم يمكن صعب قوي ايضا ان لعيبه تنزل اول ماتش في كاس العالم وقدام السعوديه وقدام عفوا الارجنتين ونلاقيهم بالشخصيه دي. عارف السر؟ قلناها في حلقه امبارح واتكلم حلقه يوم الاحد واتكلمنا فيها ان السعوديه بتملك 10 لاعبين لعبوا كاس العالم اللي فات، ده مهم جدا، مدي اللعيبه شخصيه كبيره جدا، مخليهم نازلين مركزين. هنتكلم اكتر في كواليس الماتش.